We are also very much disturbed by what we are seeing under the Israeli aggression, which is only taking not only Gaza, not only Palestine, but also Lebanon and the rest of the region into a total chaos. So we are here once again, as we have displayed in the past years, that we will always stand by the Lebanese people and we will support them in all the means that we can. Today, we have brought by a Turkish military cargo plane of 30 tons of humanitarian assistance, mostly medications, medical supplies, and also food supplies. And rest assured that Turkey's solidarity and support with and to the Turkish, to the Lebanese people will always continue. Thank you. الرسالة الثانية طبعا هي موجهة للقطاع الصحي، القطاع الصحي اللي بذل الكثير في خلال الأيام الماضية، واللي اشتغل يعني بلا توقف وقدم كل التضحيات والبذل. كذلك هيدي الرسالة هي رسالة توفير الأدوية والمستلزمات اللي بيحتاجها هذا القطاع لا يقدر يكفي بالقيام بواجباته، وخاصة مع التوسع اللي عم نشوفه بالاعتداءات على لبنان. ونحن لازم نضل على جهوزية عالية لا سمح الله لأي شيء ممكن يصير يعني من العدو الإسرائيلي. بدي اغتنم هيدي الفرصة كذلك لأعلن انه المستشفى التركي واللي كانت تركيا قدمته كذلك لشعب لبنان للوقوف يعني للوقوف بجانب لبنان وخاصة بحالات الحروب والحروق، هذا ان شاء الله هذا المستشفى سيتم افتتاحه في القريب العاجل، يعني في فترة أسابيع قليلة جدا ان شاء الله، وسيقوم بدوره كذلك بالاستجابة لجرحى الحرب الدائرة على لبنان في الجنوب.